بتكلم عن دور الجمهور، انا بتكلم عن المنظومه كلها بجانب الجمهور، عيله النادي الاهلي. ما هو ده النادي الاهلي دايما نايم. النادي الاهلي مش لعيبه، مش مدير فني كفء، مش اداره كويسه، مش جماهير بس. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي حاجه متكامله كده سبحان الله. دايما تلاقي مجلس اداره كله بيشتغل عشان النادي الاهلي، مش كوره بس، عشان النادي الاهلي. النادي الاهلي كنادي ككيان كبير، بتلاقي احسن لعيبه موجوده، احسن مدير فني موجود، جماهيرك طبعا حواليك كل وقت، ما فيش مشكله خالص. فهي منظومه متكامله، ما فيش عنصر بيبقى اقل من الثاني، بالعكس كل في عناصر بتبقى زايده قوي. مره قلت لك كنا هنا بنتكلم على مدير فني، لما بيجي النادي الاهلي بيطلب طلبات بيلاقي طلبات اعلى من اللي هو عايزها. طب انا عايز ايه ثاني؟ بص يا ايمن، اكبر مثال حي مستر موسيماني. ايوه، وجوده في النادي الاهلي في الفتره دي. ايوه، لو اللي يجي ما يعرفش ان المدير الفني ده لسه جاي بالظبط، يقول لك الراجل ده بقاله مثلا على الاقل 4 5 سنين مع الفريق ده. صح. بالشكل، بالطريقه، بتعبيرات وشه، بمعاملته مع اللعيبه، هو جاي على مكان متكامل. يعني صح. نادي الاهلي اللي بيخشه مكان متكامل ما فيهوش فيه غلطه. صحيح. انت داخل دايما اي مدير فني، وكنا اشتغلنا في الكوره، بروح نادي بس انا قلقان من كذا. مظبوط. فاهمني؟ قلقان من اصل قلقان من ضغط الجماهير. مظبوط. قلقان ان النادي ده مش جماهيري. لا. أي. انت بتخش نادي كل حاجه فيه بالزياده. صح. جماهيرك ما شاء الله بالزياده، ومعاك في كل زي ما بيقول لك الجماهير، يقول لك احنا في الحلوه والمره. صح. دي جماهير النادي الاهلي على فكره. مزبوط. في جماهير كتير قوي مع فريقها بس ما تكسب طبعا. دي اللحظه اللي هي اللي الناس كلها حباها ومستمتعه بيها. طبعا. طبعا مؤمن ووجود كابتن محمود الخطيب كمان. فرحه احلى درع شفته في طبعا. النادي الاهلي بصراحه يعني. صحيح. مع الاحترام لكل البطولات اللي احنا خدناها قبل كده، لكن دي لقطه يعني نادرا ما تتكرر تاني. مؤمن ربنا يشفيه، احسن تكريم ليك النهارده مؤمن، واتمنى يا رب الصوره الجايه تبقى في الملعب، تبقى موجود مع 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 الصوره كلها حب. طبعا الصوره كلها حب بالظبط، كلها حب، كلها حب وحب واحترام وفرحه. جسمي اشعر والله، والله انا بتفرج والله كلنا يعني. يعني هي اللقطه دي لو وقفت الصوره على كده خلاص. ده وفتحي وفتحي يعني طبعا. انت بص، انت بتكرم مؤمن ربنا يشفيه، وبتكرم فتح اللي هو ماشي اخر مباراه ليه النهارده، بيكرم نفسه. فاهمني؟ في وجود كابتن خطيب، في وجود اللعيبه، فرحه طبعا جميله في دي من اللقطات اللي ما تنسيش لينا ابدا يا كابتن خالص. والله يا ايمن، ما انا بقول لك ده. صحيح. اللقطه دي كده تتبروز وتتحط في كل النادي الاهلي، لان ده درع غالي جدا جدا. مش عشان درع النادي الاهلي، مش درع بطوله، لا. صحيح. بطوله عندنا بقى كتير قوي. بص يا كابتن علاء، هو ده النادي الاهلي. ما انا بقول لك، هو ده جمال ده. يعني كابتن خلاص خد الصوره وساب الفرحه للعيبه خلاص. يعني كابتن محمود كرم بس باين عليه التأثر. طبعا كرم طبعا كرم مؤمن، وساب مؤمن مع اللعيبه خلاص. يعني اللي هو يفرح معاهم، يندمج معاهم. يعني الضحكه اللي على مؤمن دي يا ايمن تساوي ملايين. طبعًا. يعني مؤمن طبعًا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب في حاله الفرح الحقيقه. طبعًا. الناس كلها فرحانه لمؤمن واحمد، والله يا شريف الناس كلها فرحانه النهارده عشان وجود مؤمن، وعشان بيودعوا احمد، ودي طبعا حركه مؤمن، بيودعوا احمد بحاجه حلوه قوي وحاجه شيك قوي. شوف نهايه كهربا ولا لابس له التيشيرت. بص يا شريف، هو النادي الاهلي ده لو احنا هنتكلم الوقت لحد تاني يوم على النادي الاهلي، وعلى الحب اللي في النادي الاهلي، وعلى الحاجات اللي بيعلمها النادي الاهلي لباقي الناس كلها، انت مش هنخلص والله بجد. طبعا. بجد مش هتخلص. يعني كفايه اللقطه اللي قدامنا دي، واحد ربنا يشفيه ويرجع الملعب تاني، وواحد ماشي، والاثنين فرحانين، والاثنين مبسوطين قوي، والاثنين الدنيا بينهم. في وجود كابتن محمود طبعا واضح ان هو متضايق شويه على 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 مؤمن قوي طبعا. لكن هو ده النادي الاهلي. ربنا دايما في افراح كده في النادي الاهلي، ودايما يا رب يا مؤمن ان شاء الله اللقطه الجايه تبقى موجود في الملعب مع لعيبه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا كنت عايزك كمان تبص على الفرحه بتاعت اللعيبه اللي لسه جايه، زي